عم نرجع للتاريخ لحتى نرجع ندرس ونفهم لنغير المستقبل، لنبني حديث جديد أكاديمي علمي بيقدم وجهة إنسانية عن معنى القدس وعن معنى القضية الفلسطينية، اللي هي باعتبار كتير من الناس بالمنطقة هي قضية إنسانية أخلاقية. بشنا بالأرشيف المجموعات الخاصة من صور وكتب ومصادر رسمية من حكومة فلسطين قبل الاحتلال، وكل هالمواد الذي غير موجودة بالأحرى النادرة في العالم العربي. معرض جميل جدا، في بعدين زي ما قلنا، البعد الجمالي هذا الصور التاريخية والمخطوطات القديمة، والبعد الثاني هو يعني أهمية هاي الوثائق وهذا المعرض، اللي هو عم يعطي رسالة واضحة بتدحض الدعاية الصهيونية اللي كانت تدعي انه هاي أرض بلا شعب.